إذن مشاهدي محمد يقرس، السلام عليكم. في برنامج نصف ساعة مع مرشح ضيف اليوم، وهو السيد بالمقدم عبد الهادي مجدوبي، وهو وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري بدائرة إقليم المحمدية، ويحضر معنا أيضا فتيحة جلال المكلفة بقطاع النساء والمرأة الدستورية بالمحمدية بإقليم المحمدية، ومعنا أيضا البحراوي عبد الإله، وهو مناضل بحزب الاتحاد الدستوري وأيضا مؤطر الحملة الانتخابية، ويحضر معنا من جديد رضوان الزويدني وصيف لائحة حزب الاتحاد الدستوري. إذا مرحبا بكم. الله يبارك فيك، شكرا. إذا غادي نبداو سي بالمقدم، تعطينا واحد النبذة موجزة على الحياة المهنية والعملية ديالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر سي خليل والطاقم محمدية بريس على الاستضافة الكريمة. هذا واجب. أول مرة أخرى. نعم. يعني حضرنا اللقاءات معك. دونك نعم. أنا سميتي بالمقدم عبد الهادي. دابا في برنامج خاص. خاص. مع مرشح. بالمقدم عبد الهادي. نعم. مرشح الاتحاد الدستوري. من مواليد محمدية زناتة. نعم. قضيت الدراسة الابتدائية في مدرسة سيدي موسى المجلوب. بعد ذلك انتقلت إلى الدار البيضاء، حصلت على البكالوريا ماتي تكنيك بالخوارزمي. نعم. من بعد ذلك مشيت لفرنسا. يعني حصلت على خمس شهادات. نعم. الشهادة الأولى هي شهادة مهندس دولة في الأشغال العمومية تخصص البلايات والقناطر والطرق. نعم. بفرنسا. أيضا ليسانس أو ماتيماتيك ميتريز دو ميكانيك من لونيفرسيتي دو ليل، وكذلك ماستر في لوجيستيك وماستر في ليزاشا من مدرسة في بوردو. بالنسبة للمسار المهني جله قضيته بالخطوط الملكية المغربية، حيث تقلبت عدة مناصب من رئيس مصلحة، رئيس قسم، رئيس شعبة، رئيس مركز، نائب مدير ومدير. آخر منصب كنت تقلبت مهمه هو مدير معهد الأخير لتكوين في مهن تخصص الطائرات. بالنسبة لأبرز الإنجازات هو عدة مشاريع تخص في مهن الطائرات، منها المشروع الأول سنيكما بوروكو إنجين سيرفيسز، يعني متخصص في صيانة محركات النفاثة. نعم. للطائرات. وهذا المشروع كان مهم لأنه هو شراكة كانت بين الخطوط الملكية المغربية وسنيكما فرانس، وكان هو بداية وانطلاقة فعلية لتطور هذا الميدان. ايضا كان في مشاريع اساسيه من مشاريع ماتيس متخصصه في اسلاك الطائرات، وهي كذلك شركه شراكه ما بين الخطوط الملكيه المغربيه وايروسباسيال. في ماتيس، والتي هي كذلك مشروع كبير لانه هو ايضا كان لبنه لتطور من جديد في هذا في هذا في هذا المضمار. ناخذ مكالمه وغادي نرجع لك. للاسف. اذا مشاهدي محمد يبرس، نذكركم انكم يمكنكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك لطرح اسئلتكم على ضيوفنا في حزب الاتحاد الدستوري بالمحمديه، وايضا عبر الرقم الهاتفي 0523-31-6047 المبين على الشاشه. سي رضوان، باختصار الحياه المهنيه ديالكم. رضوان الزويدني من مواليد 24 يناير 1973. خذ 1973 مزداد بمدينه المحمديه، ترعرعت فيها، قمت درست في مدينه المحمديه، الان كاتب عام وطني للجمعيه الوطنيه لبائع اللحوم بالتخطيط المغرب. نص دقيقه. السلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. السميه ديالك سيدي؟ السلام عليكم. معنا حزب الاتحاد الدستوري، معنا بالمقدم هو ضيف حلقة اليوم وأيضا وصيف اللائحة ومسؤول عن الحملة وأيضا المرأة الدستورية. الكلمة ديالكم، سمية ديالك سيدي. أيه متشرفين سي كحيل. نعم.
كنبغي نمشي مع العداله والتنميه في المنطقه الثانيه. من بعد كنشوفوا دابا بحيث اخر التحدث السوري. سؤال، هل هو اقتناع بالمبادئ وبالبرنامج ديال التحدث السوري على المستوى الوطني، ولا هو كيقلب على 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 واحد الكاسكيت، واحد الكاسكيت يترشح لاي حزب معين ما تيهموش الاحزاب السياسيه ولكن تيهمو الشخص ديالو انه يترشح للبرلمان؟ شكرا سي كحيل، شكرا. جاوب على هذا السؤال قبل ربما مكالمه اخرى، هذا رجع للسي زويد. اولا اشكر هذا المستمع الكريم فعل الجمعوي بالشلالات، وهذا يعني سؤال وجيه جدا. نعم فعلا، وكنت مرشحا في حزب العداله والتنميه، وانا اقدر الاخوان في العداله والتنميه. ثانيا انا ما كنقلبش على الكاسكيت. نعم. بقدر ما عاد كانت عندي واحد الغيره على المنطقه، وكان جا واحد الوقت تاريخي، لحظه تاريخيه. نعم. باش يمكن لي نرجع هاد البلاد، نرجع ليه واحد شويه، لان انا عندي بحكم عندي 25 عام ديال التجربه. نعم. وشاركت في عده مشاريع، وبغيت المنطقه ديال المحمديه زناتها تستفد من هاد اللحظه التاريخيه. نعم. وكنت بغيت نشارك باش نعطي لهاد البلاد، ولكن ما يسرش الله مع العداله، وهذا لا يمنع انه الانسان اللي كتكون عنده الغيره لازم انه يدخل لهاد اللحظه، تكون عنده الجرأه باش يمكن له ياخذ الملفات ديال المنطقه، لان المنطقه كما يعلم الاخ الكريم. نعم. كتعاني في واحد التهميش. نعم. واحد الهشاشه، ولا يمكن ان نكونوا حنا ساكتين. خاصه انكم اطر نعم اطر عليا، يعني حنا مسؤولين، لان الاطر العليا. نعم. هي مسؤوله. نعم. قبل كل شيء. نعم. على تطور المنطقة وعلى أخذ الملفات على عاتقها باش يمكن تزيد القدام وتأثر الشباب. وما يمكنش ينفلت هذه اللحظة هذه بقدر أنه ما كيهمنيش أنا المنصب إلى آخره. نعم. كيهمني أولا أن المنطقة نزيدوا لها واحد الإضافة. نعم. وأنا بغيت نزيد الإضافة، وكيبان لي بأنه حزب الاتحاد الدستوري وعلى رأسه الأمين العام. نعم. اللي كان عمدة في الدار البيضاء، وهو سنوم دو بروجي لمشاريع، أنا تبنيت المشروع ديالو، بان لي بان هذه المشاريع اللي كيقدمها الحزب ديالو في محلها، وان غتعطي اضافه للمنطقه. نعم. وانا هذه الجراه هي هذه اللي خديت وكيل اللائحه باش يمكن لي نخدم ونشتغل مع الاخوان، سواء كانوا من العداله او من احزاب اخرى، هذا ما كيهمش. اللي كيهم الان هو الاشخاص ومسؤولين فاعلين، سواء يكونوا في اطر او يكونوا تقنيين او يكونوا فاعلين جمعويين الى اخره. المهم الخلاصه ديال هذا الشيء كله. نعم. ما خصناش ندخلوا في هذا الديبا ديال اش من كاسكيت ولا ماشي كاسكيت. نعم. خصنا ندخلوا في ان ديبا غير حقيقي باش نكون ناخذوا بعين الاعتبار، والناس اللي في المنطقه سواء في اي حزب ياخذوا بزمام الامور، ونجلسوا على واحد المشروع. نعم. ديال المنطقه باش ننميوه، سواء كان في المجال الحضري او في المجال القروي. اذا غادي نرجعوا للسي زويتني، نشوفوا السي البحراوي. حدثنا على الحمله الانتخابيه، وانتم يعني كتاثروا الحمله الانتخابيه ديال حزب الاتحاد الدستوري، كيفاش جرات الايام الحمله ديالكم هذه تقريبا 11 يوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر محمدية بريس، هذا واجب، عبد الله بحراوي مواليد مدينه المحمديه. نعم. اطار ممتاز اداري. نعم. مدير مجله عالم الخياله ورئيس جمعيه البارود للخياله منذ 18 سنه. ما شاء الله. هذه الجمعيه حائزه على 4 ميداليات ذهبيه من خلال الفريق النسوي. نعم. كتشرف عليه بحراوي حليمه. نعم. كما حزنا على 4 تكاليف ديال المرحوم مرفوع لعبد الحسن الثاني. اولا انا فخور جدا بهذا الحزب، ولا سيما عنده لو سلوغو العود باسكو سي فو دي شيفال. وفخور بهذا الحزب في شخص السيد الكاتب العام والسيد الامين العام ديال الحزب، لانه مش منه غير ستانون دو تيرا، ستانون كي بوس بوكو، وتفاك لا راك شتي مدينه الدار البيضاء كيف شرتها في التراموي وتخو شوز اللي ما عارفينش، عارف الخدمه ديال الخفاء. كما فخور جدا بالسيد عبد الهادي بالمقدم، لانه الصراحه شاب ومهندس دولة، سيت ان انجينيور ديتا بوان شوز سي با فاسيل، واخد سي ديبلوم في باريس، وسهر على شركة إسلام
لأنها علاقة ما بين لهم نتيك في مصر. كما فخور جدا كذلك بالسيد أردوغان أمين عام مسؤول عن الجزائر. نعم. كمان دي لبوشي الجزائر ماشي سهلين. طبعا. وهما الكل في كل المدينة. عندنا علاقة بهم يوميا. ما يمكنش طيب بها. ما يمكنش طيب بها الحملة هذه الحملة. رجع للسؤال ديالك على حساب الحملة. الحملة احنا عندنا دازت كما نقولوا دولار بالدولار. دازت بلا صداع لا مشاكل. وانا فاكر كاين بعض الاحزاب بغا نذكرش الاسماء ديالهم اللي كيخافوا يمشيو بعض البلايص حنا دخلناهم. صحيح كاينه هذه. تلقاو الناس من الاخر رحب. يعني اي حي كتدخلوا له يكون اريحيه. العروض ترحاب يعني ترحاب في مشكله. المديرات لاكوي شالو. كيبداوش عليكم يتسلوا شنو اللي القول اللي كتقال. كتصادفوا مع شي وحدين كيقولوا لك احنا راه ما غاديش ننتخبوا احنا راه ما غاديش. كتحاولوا تقنعوهم. كاين بعض الناس اللي كيدوروا بتمروا الحليب. جميل. اها تمروا الحليب في احياء شعبيه خاصه. يعني ما نذكرش سميتو ولكن دون طول تيريتوار لا من المجدبه ولا في الشلالات ولا في عين حروده ولا في المحمديه في السونتر القصبه الرشيديه الكالبتوس الوافا يعني كنشمل كل الاسواق. مشينا للاسواق الدومادير يعني اللي كيعمروا كل سيمانه للويزيه مشينا لجوج مرات البراهمه ولا السوق ديال السبت سيدي موسى بن علي وكان واحد الترحاب كبير واحد استقبال حار. اذا غادي نرجعوا لك غادي نمشيو عند الاستاذه فتيحه جلال المراه الدستوريه. حتينا على العمل ديالك انت كمراه دستوريه خلال السنوات الماضيه في حزب الاتحاد الدستوري. شنو العمل ديالكم؟ شكرا سي خالد. شكرا الاخوان. انا كمراه دستوريه التحقت بالاتحاد الدستوري هذه سنه ونصف. نعم بالفعل خلقنا واحد دينامية جديدة للحزب في المحمدي وعلى صعيد الإقليم. أنا التحقت